باف بيستري بالبسطرمة وبالجبنة. طبعا يعني الجبنة الرومي والبسطرمة دول يعني من الأكلات اللي احنا بنحبها جدا في السندوتشات. النهاردة هنعملها بقى بالباف بيستري فهتبقى كمان لذيذة جدا جدا جدا. طيب هي الوصفة سهلة خالص ما فيهاش أي حاجة عشان نعملها. عايزين باف بيستري وعايزين 150 جرام جبنة رومي و150 جرام بسطرمة، واحد كوب تشيري توميتو أو طماطم التشيري، وواحد فلفل أخضر، رشة زعتر وبيضة للوش، وعايزين سمسم للفرن، سمسم للوش برضو يعني. طيب أول حاجة هنعملها هنجيب البسطرمة اللي عندنا قطعناها والجبنة بشرناها، وعندنا هنا الفلفل الأخضر قطعناه صغير، وعندنا هنا البيضة بس هنفقها شوية علشان خاطر ندهن بيها الوجه. الطماطم التشيري بس هي شوية كده، لو حابين تحطوا أنا بحسها بتبقى لذيذة يعني. تشيري توميتو أهي، بس أنا كنت حطاها هناك علشان خاطر كنت بحط كده جنب الفطاير الجاهزة، كنت بحط كام واحدة، فأدي تشيري توميتو معانا. طيب هنجيب بقى دلوقتي الباف بيستري اللي عندنا وهناخدها نفردها شوية، مش هسيبها على التخينة قوي كده يعني، هنفردها شوية زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وهناخدها كده نقطعها كده تقريبا. ممكن تفردوا المربعات اللي هي بتبقى اصلا متقطعة جاهزة وافردوها عادي، هتبقى بس اصغر شوية من دي مش مشكلة. هناخد ده كده زي ما حطيناه هنا، وهنبتدي نحط فيه الحاجات اللي احنا عندنا. بس التشيري توميتو كده خلينا نقطعها شوية لأنها كبيرة. طيب هناخد دلوقتي الباف بيستري زي ما اتفقنا اللي عندنا، عايزين بس طبق كده يكون فيه شوية مية، هناخد البسطرمة اللي عندنا ونحط كده منها هنا، خليها الناحية دي أسهل لي في القفل. ونحط شوية جبنة، هنحط شوية فلفل أخضر، وهنحط شوية طماطم، هنبل الاطراف بالمية شوية مية، هي العجينة فيها دقيق فلما احط المية هي هتعمل لي خليط لزق لوحدها. هناخد دلوقتي السكينة ونعمل كده زي خطوط، بالشكل ده شفتوا ازاي، وهناخد دلوقتي كده بالشكل ده ونقفل عليها كده، شايفين اهي. هنجيب بقى الفرشة وندهنها بالبيض، طبعا دي بقى هتدخل الفرن بتقعد تقريبا نقول ربع ساعة، انا بحب احطها على درجة حرارة 180، تقعد تقريبا ربع ساعة مش اكتر من كده. هناخد دلوقتي السمسم اللي عندنا، نسينا نحط رشة الزعتر، معلش هي اختياري عامة فزي ما تحبوا اهي كده، وعلى الصينية، ومن الصينية طبعا على الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تتحمر كده عندي ويبقى لونها جميل.